mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Nabawi Madinah. Waalaikumsalam. جميلا وأبلغ في
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال الله عز وجل فاتقوني يا أولي الألباب وقومه
والسلام على صيام التاسع منه إلى الله طال، ولكن توفاه الله إلى جواره في الملأ الأعلى دون ذلك. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر نبيه نوح عليه السلام فقال: سلام على نوح في العالمين. وذكر الأخوين الكريم والوزير عليهما السلام فقال: سلام على موسى وهارون. وذكر نبيه يحيى عليه السلام فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأنطق روحه وكلمته عيسى عليه السلام في المهد قائلا: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولما ذكر عبده ونبيه وخليله ونجيه ورحمته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بذاته العلية، وعطف بالملائكة العلوية، وثلث بأهل الإيمان من البشرية، فأخبر وأمر وأكد وأظهر وعظم وأضمر وزين المرام بفنون الكلام، فقال: إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. آمين. وبارك على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وسلم تسليما كثيرا. آمين. Iqamat dari Masjid Nabawi setelah khutbah Jumat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Qad qamatish-shalatu qad qamatish-shalah. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم.